حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. عرف الإنسان العلاج بالنباتات والأعشاب منذ القدم، حتى أنها اعتبرت الركيزة الأساسية اللي انطلق منها طب العقاقير. نجح أيضا أجدادنا في الماضي في ابتكار أساليب تساعدهم على تخفيف آلامهم، وقد واجه الطب الشعبي أو التداوي بالأعشاب مثل ما يذكرون عنه الكثير من الصعوبات، أولها استغلال البعض والمتاجرة باسم الطب البديل أو الأعشاب الطبيعية. ظهرت أيضا الكثير من الخلطات المحضرة منزليا واللي قد تكون مضرة، فهل بيستطيع إن شاء الله الطب الشعبي مواجهة هذه المخاطر؟ وما هو دور الوعي في التعامل مع الطب البديل أو الطب الشعبي؟ يسرنا أن يكون في هذا السياق، طبعا بيكون معنا محادثات هاتفية مختلفة ولكن بعد هذا التقرير مشاهدينا. على الرغم من التطور التقني الذي أفضى إلى تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلا أن مساحة الطب الشعبي لم تتلاشى بعد، وما زال البعض يلجأ إليه عند الإصابة بأمراض معينة، وما زالت هناك أسماء لامعة في فضاء الطب الشعبي في مختلف مناطق وإمارات الدولة. ويعرف الطب الشعبي بأنه خلاصة مجموعة من التجارب وطرق العلاج قدمها متمرسون طوال عقود ماضية أثبتت نجاحها في القضاء على العديد من الأمراض. في الإمارات يمتد الطب الشعبي في تاريخ البلاد كعروق الدم في جسد الإنسان الذي يسعى إلى العلاج، ويتناقله الأبناء بكل فخر واعتزاز، يقدمون من خلاله فرصة للحياة السعيدة، فهو موروث شعبي متأصل في أعماق ونفوس أبناء هذه الأرض. وبسبب لجوء الكثيرين لهذا الطب رغبة في تجنب الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية، انتشرت في الدولة عدد من المراكز التي تهتم بالطب الشعبي الذي يقبل عليه مريدون كثر، ولكن في نفس الوقت له معارضون يعتبرونه نوعاً من الدجل وطريقة للكسب بطرق غير شرعية. وحول هذا الموضوع يسرنا استضافة الدكتور خليفة عبيد بن دلموج، خبير في البيئة، عبر الهاتف. حياك الله دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور، نبي نتعرف بس عن واقع الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب في دولة الإمارات بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واقع الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب في الإمارات قديما حتى الآن لا زال مستمر هذا الطب الشعبي والتداوي بالأدوية، ولكن عارفة يعني المستشفيات الحديثة والأدوية الحديثة والتطور الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله يعني غطى على كل شيء، ولكن لا زالت مجموعة من الناس تستخدم الطب الشعبي حتى يومنا هذا، ويعلمونه ابن على جد، لأن هذا أصلا من تراثنا، الطب الشعبي من تراثنا وموجود في دول العالم كله. فالطب الشعبي ليس بديل عن المستشفيات الحديثة والجراحة وغيره، ولكن هذا لا زال مستخدم. ونحن أنا حقيقة درجت الطب الشعبي بالنسبة للأفراد إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن لي لديه رغبة في الطب، عنده رغبة في الطب البديل، ولكنه جديد في الخبرة والممارسة، هذا نوع من البشر. النوع الثاني اللي هو لديه خبرة ورغبة في الطب البديل، يعني على أساس يمارس المهنة ولكنه متوسط الخبرة. والنقطة الثالثة اللي هو معالج ولديه رغبة في الطب البديل وأخذ الخبرة عن أهله ومارس تحت إشراف والديه، الناس يعني خلوها ابن على الجد، وعنده خبرة واسعة في التجارب، وبعدين كل الناس تتكلم عنه بالخير. هذا بالنسبة للطب الشعبي، والطب الشعبي نحن لا نستغني عنه طبعا، حتى في كل بيت تشوفين واحد عنده نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقاط من الطب الشعبي، حتى لو ما تعلم تعلم من جاره وتعلم من أخيه وتعلم من أبوه ومن أمه واستمر عليهم. أكيد دكتور، هذا الطب الشعبي قديما حتى الآن. حتى الآن طبعا دكتور، أكيد نحن يعني واثقين من أن الطب الشعبي له آثاره طبعا طيبة على الناس، لأن في القدم لم تكن هناك المستشفيات وكانت الخبرة تلعب دور بالنسبة للأعشاب وبالنسبة أيضا لعمليات المزج بينهم، لكن البعض يظن أن المعالجة الأمراض بالطب الشعبي
تكون كافية، فباعتقادك أو ردك على هذا السؤال بالإمكان معالجة كل الأمراض بالطب الشعبي؟ طال عمرك الطب الشعبي لا يغني عن، يعني ما عالج كل الأمراض. نعم. والمستشفيات الحديثة هي مغطية كل المعالجات، من كشف إلى تحديد المرض إلى علاجه إلى جراحة إلى غيره، ولكن الطب الشعبي لا زلنا نحن نستخدمه. نعم. نحن أهالينا كلهم يستخدمونه سواء في الوطن العربي والوطن غير العربي، هذا موجود يعني. كل الناس تستخدم الطب الشعبي، لأن أول حاجة الآن يستخدمون الطب الشعبي أولا أسرع، والحاجة الثانية أسهل على الناس من ناحية التكلفة، وخاصة إذا يعطي نفس المعنى. طيب يعني هل هناك مواصفات معينة للي يبى يعمل يعني بالطب الشعبي، أو لازم يعني نفس ما تفضلت حضرتك وقلت أنه لازم يكون له خلفية؟ نعم. الرجل اللي يخدم في الطب الشعبي يجب أن يمارس المهنة ويجيدها 100%، وبعد هذا يدخل يعالج الناس. أما مبتدي مثل ما قلت في الثلاثة الأول والثاني، طبعا هاي المبتدين ولا عندهم ممارسة طويلة ولا عندهم تجارب طويلة، وهذا المعالجة معهم يكون نوع من الصعوبة جدا، وربما تكون خطرة. أما المعالجة الثالثة هو لديه خبرة ومخلفة عليه المهنة وممارس ممارسة طويلة جدا مع أهله وبنفسه، والناس أصلا حتى الناس بتتكلم عنه أن هذا رجل عارف شغلته كيف، يعني كيف يجيد المهنة في جميع أصناف، في جميع أصناف المعالجين إحنا عندنا فما يقارب 11 صنف، فكل واحد له شق معين بالموضوع. نعم أكيد. طبعا نحن نشكرك دكتور خليفة على هذه المحادثة الهادفية وهذه أيضا المعلومات القيمة. أكيد الطب الشعبي سيكون دائما له مكان، ولكن بخبرة، هذا هو أهم شيء واللي أشرت له. شكرا لك. الله يطول عمرك وبارك فيك. الله يحفظك كرام. كل الشكر للدكتور خليفة عبيد بن دلموج، خبير في البيئة. مشاهدينا يعني رشا فعليا الطب الشعبي، نحن نتكلم عن وصفات الآباء والأمهات والأجداد، يعني هي وصفات مجربة. صحيح. ما جت يعني عبثا، والطب الحديث نفسه هو أيضا قائم على البحث والتجربة والاختبار ومن ثم التطبيق، وفي بعض الأحيان يستخدمونها على حيوانات الله يعزك، وبعدين يشوفونا إذا كان يتفاعل مع الإنسان أو لا. صح. والطب الشعبي كان نفس الشيء، ومخلوط بآيات من القرآن، مخلوط بتسبيحات معينة، وهي أيضا مواد كلها طبيعية لا تضر الجسم وإنما تقدم له نفع، وبالتالي ما أعتقد أن الطب الشعبي له أثار سيئة إذا كان من أيدي خبيرة. صحيح؟ صحيح. وأيضا يعني الطب الشعبي إلى الآن يمارس، وأعتقد كثير من الأمراض لا تعالج إلا بالطب الشعبي. أكيد. زين، نأخذ أيضا نحن مشاهدينا. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سيف عبيد الكعبي، خبير في الطب الشعبي. حياك الله أستاذ سيف. مرحبا أستاذ عبد الله. كيف الله يحييك. الله يسلمك إن شاء الله. كل عام وأنت بخير مقدما. وأنت صح وسلامة يا رب العالمين. الله يسلمك إن شاء الله أستاذ الكريم. طبعا نبغي نتكلم عن أبرز الأمراض اللي بالإمكان أن نعالجها بالطب الشعبي، واللي حاليا موجودة ومشهور فيها الطب الشعبي بالعلاج. أستاذ عبد الله، بعض من الأمراض طال عمرك اللي هي مثل الأعصاب، مثل الكبد، مثل يعني مسح الكبد، مثل طال عمرك عرق النساء، مثل بعض من الأمراض اللي متداول لليد، يعني اللي هي ما تحتاج مثلا تقول أنت أجهزة للإطلاع عليها. نعم. مثلا تعرف الطب الشعبي الأول ما عندهم أجهزة أنهم يكتشفون المرض، يعني اللي متناول يدهم اللي يشوفونها باليد اللي مبين لهم يعني. صحيح. نعم. طيب يعني نحن نعرف أن كثير من الناس الحين في الوقت الحالي يزاول هذه المهنة بدون يعني أي رقابة، وممكن يعني من نفسه يقوم يزاول هذه الطب الشعبي أو يعالج فيه، فهل هناك ضوابط يعني توضع لمراقبة هذا الطب فيه، ومن يعمل في هالضوابط؟ بعرفش طال عمرك الطب الشعبي غير عن الطب البديل، والناس اللي يعني خذوها تجارة. نعم. خذوها يعني مثلا الناس كتجاره يعني. مثل ما نشوف الحين وايد على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. يمكن. تواصل على نعم، بس حاليا على الناس الخبره اللي مثلا موروث كناس نشا في مثلا نقول عائله طبيه من اهله، يعني عرف مثلا وين الوسم، وين تعلمها من اهله يعني. هذا الخبره هاي من اهله.
وليس من الدراسة أو مثلا كدارس هذا، خذها من أهله يعني اللي علموه عليها أبوه وأمه اللي يشوفهم قدامه، فخذ الموروث هذا والحمد لله رب العالمين. للآن إحنا نعالج به مثل عندش الوسم وعندش حاجات الحمد لله رب العالمين، الله ميسرها أمورنا ودائما الطبيب الشعبي يكون مثلا نفسه صخية، يعني يبقى تكون ما فيه تكبر ما فيه يعني، لازم لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاه الخبرة هذه زين لخدمة الناس. طيب تفضلي. أستاذ سيف، يعني البعض يقول أن الطب الشعبي أو العلاج بالطب الشعبي إذا ما كان بيشفي أو أن الشخص مثلا بيتعافى من خلاله لكنه ما بيضره لأنه يستخدم مواد طبيعية ومواد ما فيها ضرر على الإنسان، هل هذا الكلام صحيح أو ممكن بعض المواد تدخل تكون تأثر بشكل كبير على مناعة الجسم أو أيضا حياة البني آدم؟ والله يا أستاذ أشوف كل شيء زاد عن حد انقلب ضده. صحيح. إنزين مثل الأعشاب هذه إذا ما كانت بمقادير معينة، إذا كانت مثلا للمرض المعين أنك تأخذ بس تسف لأكل من أي شيء، طبعا هذا بيكون أكيد ضار. أما إذا كان الأعشاب هذه تكون يعني مثلا مقدار معين ولا تأخذ منها مثلا تأخذ منها مقدار معين ولا تكررها، لبعض من الأعشاب. أنا قبل أسبوع أو أسبوعين عندي شخص مسوي حادث وانكسر مثلا عنده بعض من ضلوع وبعض شوية وسلك في الفقرات ومن الأمور هذه، فوصفنا له وصفة صدق الحمد لله رب العالمين، رد بنا يصلي على كرسي بسم الله، رد الحمد لله وصلى على الأرض مباشرة ما شاء الله. نعم، اللي هو طال عمرك السراو. زين، السراو هذا شجرة في الجبل تستوي، بس إذا ما تخلطها مع المقادير شو الأعشاب تأخذها مقادير معينة. نعم. مثلا تأخذ مغرفة من السراو وثلاث زلال بيض ونصف فنجان عسل وكوب لبن اللي هو حليب ونصف ليمونة ونصف فنجان مغرفة سمن، فالحمد لله استخدمه هذا وحط عليه بعد بعض من الأدوية اللي خبرنا عنها. يعطي العافية. الحمد لله رب العالمين. يعني الوصفة هذه أستاذ سيف الحين يحضرون بها الحين، خذوا المقادير. وصفة على الهواء هذا اليوم. يعطيك العافية. يعطيكم خير رب العالمين. الله يحفظك. إذا نحن يعني نطمئن بأن هناك أناس يقومون على هذا الطب. كل الشكر لك أستاذ سيف عبيد الكعبي. شكرا لك. مشاهدينا كل الشكر لأستاذ سيف عبيد الكعبي خبير في الطب الشعبي. شو رأيك أنت؟ يعني هم جربتي قبل شيء أني سويتي شيء بالطب الشعبي؟ سويت أشياء بالطب الشعبي وأنا مؤمنة جدا بأن فعلا في ناس لهم يعني خبرة كبيرة في هذا الطب، وفي كثير من الأمراض يعني ما تعالج إلا بهذه الطريقة الشعبية الأولية. بس اللي أبغى أقوله عبد الله بأن هالأيام يعني وايد كثرة يعني الإعلانات عن الخلطات وخلطات التنحيف وخلطات العلاج بأشياء كثيرة عبر الإنترنت، تطويل الشعر، تبييض الوجه، أشياء كثيرة في الجسم قاموا يروجونها في الإنترنت وبدون أي ضوابط، ما نعرف أساسا منو اللي قاعد يسويها. فصراحة في ناس كثير تقبل عليها، يعني أنا قاعدة أشوف إن في ناس قاعدة تقبل على الخلطات. نبي نعرف عن الجانب الرقابي، عندنا محادثة صح؟ الجانب الرقابي هي ناخذها مع الدكتور أمين الأميري. السلام عليكم دكتور أمين، طبعا وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، حياك الله دكتور. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. دكتور نبغى نعرف الدور الرقابي طبعا واللي تقومون به أنت يعني في دوامة كبيرة، والحمد لله أن ربنا وفقنا فيكم في وزارة الصحة في مجال الطب الشعبي، خاصة بعد انتشار ظهرة الخلطات الشعبية واللي تعد في المنزل أو عند العطارين من ناس يمكن ما نعتقد أنهم مختصين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب أن يتم ذكر بأن دولة الإمارات كانت ثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط التي قامت بتأسيس مركز لحقيقة يعني العلاج بالأعشاب، ويسمى بمركز زايد للأعشاب، وكان ذلك في عهد الشيخ زايد طيب الله ثراه وفي منطقة المفرق. وبدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ ذلك الوقت أكثر من 30 عام بإيجاد نظام
لترخيص ممارسي الطب، كان ذلك يسمى بالطب البديل آنذاك والآن يسمى بالطب التكميلي. وكانت الإمارات أول من أوجدت الامتحانات والتقييم وترخيص من يمارس هذه المهنة. هنالك العديد من التخصصات مثل الطب الصيني والطب اليوناني والطب الهندي والعلاج بالأعشاب والعلاج بالإبر الصينية وتقويم العمل العمود الفقري. وكذلك الإمارات كانت أول دولة في العالم لأنها نظمت موضوع الحجامة، هذه السنة النبوية، وقامت بإيجاد ترخيص من يمارس الحجامة في مركز صحي على مستوى دولة الإمارات. فلذلك النظام الرقابي والتشريعي موجود. الإمارات تميزت الحمد لله فضل من الله ومن ثم دعم حكومتنا الرشيدة في هذا المجال. ولا يجوز حقيقة أي شخص يمارس مهنة الطب التكميلي وعلى مستوى الدولة لوجود الترخيص من جهة من قبل وزارة الصحة وقاتل المجتمع والهيئة الصحية المحلية. وكذلك في عام 2011 تم التنسيق مع وزارة البيئة آنذاك بمنع 5 تخصصات من ترخيصها من قبل البلديات، وهي حقيقة الحجامة والدكتور فيش وكذلك العلاج أو بما يسمى بالتدليك الطبي. ومن ضمن الحاجات التي منعت وتم تحويلها لوزارة الصحة لإيجاد الرقابة والتشريع هي محلات الأعشاب التي كانت تقوم بتحضير الخلطات العشبية وكانت بها بعض المواد السمية والمحظورة عالميا، وكانت تسبب العديد من المضاعفات التي أدخلت بسببها المرضى إلى المستشفيات، وتم منع مثل هذه التجاوزات. الآن هذه التجاوزات قد تكون موجودة في المنازل وبعض المحلات دون وجود الرقابة، ولكن نحن نقوم كوزارة الصحة وقاتل المجتمع عندما ترد إلينا هذه المعلومات بالتنسيق مع الجهات المحلية كإدارات الشرطة والدوائر الاقتصادية والبلديات في إجراء التطبيق القضائية والعمل على حقيقة إبعاث مفتشين ومراقبين لضبط هذه الممارسات الخاطئة وتحويلهم للنيابة ووضع الجزاءات القانونية على من يخالف التشريعات الصحية في دولة الإمارات. الإمارات الآن تميزت بشكل كبير، ولا نقبل في دولتنا الحبيبة أن يقوم أي شخص بتحضير مثل هذه الخلطات العشبية أو إلحاق الضرر بأي فرد من أفراد المجتمع من خلال ادعاءات كاذبة. ونحن كدولة الإمارات كذلك كانت أول دولة على مستوى الشرق الأوسط التي وضعت نظام للإعلانات الصحية، وهو قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2017. الإمارات بها العديد من التشريعات التي تمنع مثل هذه التجاوزات الخاطئة. طيب دكتور، يعني أنا أشوف مثلا كثير من الأرقام اللي يتبادلونها الناس بخصوص هذا المجال، يعني ممكن أحصل كثير من الناس المعالجين بالطب البديل ويوصلني هذا الرقم وأروح عند هذا الشخص، فهل أنا من المفترض أنا كشخص أبي أتعالج أطلب منه أنه يراويني شيء رسمي أو لازم أروح بس العيادات مش لازم أروح لأماكن ثانية غيرها؟ فشو أول أنا أشكرك أختي، بارك الله فيك، هذا سؤال جميل وسؤال حساس، لأن استنادا للقوانين والتشريعات الصحية لا يجوز ممارسة مهنة الطب باختلاف الأنواع، الطب التقليدي أو الطب التكميلي أو الطب خلينا نقول بالبراهين، إلا بوجود الترخيص من قبل الجهات الصحية المرخصة في الدولة. ولا يجوز ممارسة مهنة الطب أو الخدمات الطبية المساندة إلا في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة. إذن الممارسة خارج نطاق المنشآت الصحية هي ممارسة غير قانونية، فيجب على أي فرد من أفراد المجتمع بأن لا يذهب إلى مثل هذه الجهات بغض النظر هذا الشخص عند الترخيص أو ما عند الترخيص، لأن أصلا ممارسة مهنة الطب خارج نطاق المنشآت الصحية هذه مخالفة قانونية، فيكون تحت مسؤوليته يعني شخصية. المشكلة أنها ليست مسؤولية الشخصية، لأن هذه المسؤولية حقيقة طبع الناس أو من يقوم بأخذ العلاج ضمن نطاق الخطورة، ويلحق هذا الشخص الضرر بمن يقوم بالاستفادة من خدماته الطبية غير المرخصة، وقد يكون هذا الشخص أصلا دجال، أو قد يكون إنسان مضلل، أو قد يكون إنسان أصلا غير طبيب ويدعي الطب. وتم ضبط بعض الأشخاص، عندنا نماذج بأن تم ضبط أشخاص يقومون بممارسة هذه المهنة، وبالتحديد مهنة الطب التكميلي في الفنادق والمنازل وبعض المحلات، وهذه كلها مخالفات حقيقة غير شرعية وغير قانونية. ونحن نمنع مثل هذه التجاوزات في دولتنا الحبيبة، ونحن على يقين بأن يعني
يعني أي فرد من أفراد المجتمع لا يقبل أن يتم الحاق الضرر به من خلال هذه الممارسات الخاطئة. فلذلك من الأهمية أن تتواجد ثقافة، أن تتواجد ثقافة بين كل فرد من أفراد المجتمع. هذه ثقافة تجعلهم أن يمتنعوا في الذهاب إلى هذه الأماكن، وحتى لو استلموا بعض الرسائل النصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا أؤكد على كلامك، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لخدمة الإنسان ولها إيجابيات كبيرة وعظيمة، ولكن للأسف الشديد أصحاب النفوس الضعيفة قاموا باستغلال هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي لمصالحهم الخاصة وبهدف مادي، فقاموا أو أصبحوا سببا لإلحاق الضرر في الناس. فلذلك نحن نناشد الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام ضمن منبركم الموقر بعدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات المضللة، إن كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية، ويجب اللجوء إلى الجهات الصحية. والحمد لله رب العالمين، دولة ما قصرت، حكومتنا الرشيدة وفرت لنا أفضل المستشفيات الحكومية والخاصة، فلماذا نلجأ لأخذ العلاج في المنازل أو في الفنادق أو في محلات الأعشاب؟ أكيد طبعا، كل الشكر لك دكتور على جهودكم الطيبة طبعا في الرقابة وحفظ المجتمع. شكرا لك دكتور أمين أميري. الشكر لله، حياكم الله. السلام عليكم مشاهدينا، كل الشكر للدكتور خليفة عبيد بن دلموج خبير في البيئة، وكان معنا عبر الهاتف الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وكان أيضا معنا الأستاذ سيف عبيد الكعبي خبير في الطب الشعبي. فاصل ورادين، لا تروحون بعيد.